تخيل انت عزيزي ان لا كان كسب النهارده، كنت هتلاقي بسم الله ما شاء الله موسيماني اختار الخط الصح واختار الشكل الصح، وهننزل نلعب على هجمات المرتده قدام الزمالك، واختيار 4 4 2 كان عظيم جدا، اللي هو ما حدش فاهم بيلعب 4 4 2 ولا 4 2 3 1، بس النهارده كانت 4 4 2، 4 4 2 كانت صريحه، كنت بتلعب بمجدي قفشه وكنت بتلعب كمان بمحمد شريف وتحتيهم صلاح وحسين الشحات، حسين الشحات اللي مش عارف برده هو ليه لحد دلوقتي اساسي، ومفترض ان السوليه وعلي جنك موجودين في نص الملعب، كنت بتلعب برامو ربيعه وبدر بنون قلوب دفاع وايمن اشرف والناحيه الثانيه محمد هاني، تشكيل كويس كويس جدا، دول المتاحين بالنسبه لك، حاجه كويسه انك تحط الناس دي اساسيين. طب هنعمل ايه بقى جوه الملعب؟ هنلعب هجمات المرتده، هنعتمد على ان احنا عندنا محمد شريف راجل سريع وراجل مشاغب وراجل رجليه على المرمى نوعا ما موفق وبيعرف يسجل اهداف، والناحيه الثانيه طاهر محمد طاهر برده لعيب كويس ولعيب مفترض ان هو بيعرف يعدي واحد على واحد ورجليه على المرمى مفترض ان هو بيهدف في بعض من الاوقات، حسين الشحات خلاص احنا نسينا ان هو رجليه على المرمى كويسه واحد على واحد بيعدي، حسين احنا بنلعبه خلاص هو قدر من ربنا ان هو حسين الشحات اساسي. طب احنا لينا شكل جوه الملعب الشوط الاول، عارفين مثلا نطلع بالكره من تحت كده في ظل ضغط لعيبه الزمالك؟ لا مش عارفين نطلع بالكره. طب في نص ملعبنا عارفين نستغل حته ان طارق حامد وفرجاني سياسي في شارع ما بينهم مفترض ان هو بين الخطوط تحط محمد مجدي قفشه، وانت كنت حاطط محمد مجدي قفشه علشان خاطر كده؟ لا قفشه بيقدم مباراه سيئه بالنسبه له من فتره طويله جدا ما عملهاش، عشان خاطر اللي هو الماتش اللي انا منتظر فيه ان قفشه هو اللي هيعرف يحرك الفريق ويعرف يحرك طاهر ويحرك شريف ويحرك حسين، لا قفشه سيء. خط دفاع الزمالك بيلعب مسألة اتصال ما بيعرفش يعملها، مفترض ان انت بسرعه كبيره جدا تضرب الدفاع ده، لا احنا بنبص لقدام ونرجع بقى مطرح ما جت ونقعد نلف بالكره شمال او يمين وفي الاخر ما بنعملش اي حاجه. طب يا جماعه محمود علاء والونش مش عارفين يلعبوا مسألة اتصال يا جماعه، يا جماعه نلحق نضربه من الشوط الاول، لا علشان خاطر نتصدم كلنا بالكره بتاع شيكابالا المره المليون بيعدي من على الطرف وبيشوط، بس المره دي الشناوي بيتالق بعد ما تصنوه اتالق وجات له بنشال قلت بس خلصت زي كره احمد محسن امبارح مباراه سيراميكا وبيراميدز، لا بس احمد محسن جاب من الاخر لوش في الجون على طول، انما لا بن شرقي شناوي انا احرق دمك يا شناوي، الشناوي راح صددها اللي هو ايه ده بجد انت صددتها بجد ولا شناوي؟ علشان خاطر جمهور الزمالك يبقى قاعد هيتشل اللي هو الكره دي ما تضيعش، بس تنوم بن شرقي ده من قلب يا جماعه ما يضيع ويعمل اللي هو عايزه، علشان الشوط الاول يخلص على ان الاهلي كان عنده نص فرصه كده حسين الشحات كان ممكن يسجلها او كان ممكن يشوطها بطريقه افضل، بس عادي معناها ان احنا مش واصلين خالص، ما عندناش اي شكل تكتيكي ولا عندنا اي حاجه وبنعك وبنلوش، وحتى تغييرات موسيماني بتاع الشوط الثاني حاطين ايدينا على قلبنا لان احنا بنقلق، اول موسيماني بيشغل دماغه اول موسيماني بيحط حد على الخط بنقول بس التغيير دي هتقلب ملعب الاهلي وهنلبس في الحيط دلوقتي، لان موسيماني بينزل صلاح محسن مكان حسين الشحات، الله هو بدا يركز فعلا في الماتشات الكبيره ولا ايه؟ علشان خاطر يطلع حسين والله كويس التغيير ده موسيماني، وفي اول فعلا اول كوره بتيجي لصلاح محسن بتكون غلطه من حمزه المسلوسي، صلاح محسن بيشوطها بطريقه سيئه وبتطلع بره. محمد عودنا لمس الكوره يا جماعه، طب نشوط طب نعمل اي حاجه علشان خاطر تيجي كوره بعد كده محمد شريف بيشوطها ومحمد عواد بيطلعها وبنقرر فعلا ان احنا ممكن نسجل يا جماعه وممكن نخش فعلا في الجيم وممكن نكسب المباراه برغم ان احنا الشوط الاول مش شايفين قدامنا، علشان خاطر عمرو السوليه يعمل باصه هي الاجمل في المباراه من لعيبه الاهلي ليه؟ صلاح محسن، صلاح محسن بيستلمها بكل هدوء وبكل رزانه بيعدي محمد عواد وبيحطها في المرمى الخالي علشان خاطر الاهلي يتقدم 1-0 علشان خاطر نور الله عليك يا موسيماني وعلى تغييراتك الحلوه دي. وبعد كده نلاقي ان خلاص بقى السيد بدرس كابتن بقى مجبر ان هو يغير خلاص يعني واحد زي اتنين زي تلاته خلصانه لو اتغلبت النهارده هتروح، فبيكرر ان هو اطلع حمزه المسلوسي وانزل حازم امام وطلع كان مطلع قبلها شيكابالا وكان منزل حميد حداد، فاحنا بقى الله يا جماعه بقى دلوقتي بقى احنا خلاص يعني مضطرين نهاجم وخلاص اوباما اللي كان سيء واللي كان مش شايف قدامه يركع يا جماعه اوباما اللي يقعد يطلع. الناحيه الثانيه بقى موسيماني قرر ان هو انا محتاج حد ينزل الكره من فوق مش محتاج ان انا العب على المرتدات. طب مين الحد اللي ينزل الكره من فوق؟ مروان يخرب بيتك يا بعيد. طب هطلع محمد شريف وهنزل وليد سليمان وهنقرر يا جماعه ان احنا هنلعب مباراه العاب هوائيه هينزلها لنا مروان لوليد سليمان بقى ومجدي قفشه وهيعرفوا ان هم حركوا الفرقه وهنقدر ان احنا نخلص بالهدف الثاني. طب حلو الكلام ده على الورق بس جوه الملعب ما كانش يلاقي اي 60 طلب علشان خاطر لما بينزل مروان محسن تلاقي ان انت خسرت الهجمات المرتده وتلاقي كمان ان انت ما بتلعبش كوره طويله لان الزمالك مسك المباراه بعد التغييرات السيئه اللي انت عملتها. وفي كوره طايشه فرجاني ساسي بيقدر ان هو يعمل كوره هي الاجمل راجل بيخدعنا كلنا وبيلعبها في المرمى بدل ما يعمل عرضيه علشان خاطر هدف التعادل يجي، وده كانت اللحظه الحاسمه اللي بتقول ان والله يا جماعه فرقتين الجزم اللي واقفين على الخط دول ما يستحقوش الاشاده منهم لواحد فيهم علشان خاطر لا حرام ان انت تقدر تقول ان كالتورين عمل مباراه اعجازيه وحرام انك تقول ان هذا الموسيماني قدم مباراه اعجازيه وتكتيك عالمي علشان خاطر
العرض بالنسبه للمباراه دي انها تطلع تعادل، علشان واحد بيغير الاثنين باكات، واحد الناحيه الثانيه بيغير الفيرود، علشان تعرف ان الاثنين دول عباره عن كفتاجيه وعباره عن اثنين سباكين هربانين من بلدهم وجايين يقرفونا احنا. ففكره انه الاهلي يكسب بالمستوى السيء والاداء الخرائي اللي الاهلي كان بيقدمه الشوط الاول ده، وانك تطلع تقول ان موسيماني عمل مباراه علنيه بالتفكير فيها وبادارتها، كان هيبقى منتهى الظلم. وانك تقول ان باتنس كالدرون اللي فاجئ فرقته بان هو بيلعب مهاجم وهمي، تقول ان الراجل عمل جيم عظيم، فكان هيبقى ظلم 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 ظلم. فبصراحه ده العدل بتاع ربنا، انك تطلع متعادل والاثنين ياخدوا شطافات من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. ده كان رايي صديقي في المباراه، انت ايه رايك بقى؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك عزيزي.